السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الجزء السادس من الرقية المطولة من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة الدخان من الآية 43 حتى الآية 50. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة الجاثية من الآية 7 حتى الآية 10. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة قاف من الآية 23 حتى الآية 30. بسم الله الرحمن الرحيم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة القمر من الآية 43 حتى الآية 53. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة الملك من الآية 5 حتى الآية 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة النساء من الآية 78. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة الأنعام الآية 60. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة الأنفال من الآية 50 حتى الآية 51. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة السجدة الآية 11. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. كانت هذه سورة البقرة جزء من الآية 148. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة النساء الآية 87. بسم الله الرحمن الرحيم. وترقنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة الكهف الآية 99. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة مريم من الآية 68 حتى الآية 72. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة النمل من الآية 30 حتى الآية 31. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة لقمان الآية 16. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة ياسين من الآية 31 حتى الآية 32. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم،
وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة الصافات الآية 20 حتى 26. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. صدق الله العظيم. سورة الصفات الآية 158. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سورة فصلت الآية 21. بسم الله الرحمن الرحيم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. سورة الداريات الآية 23. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. صدق الله العظيم. سورة المرسلات الآية 35 حتى الآية 36. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة الأعراف الآية 139. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. سورة الأنفال الآية 7 حتى 8. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. سورة الإسراء الآية 81. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء الآية 18. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. سورة الفرقان الآية 23. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يقذف بالحق عالم الغيب عالم الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق عالم الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. صدق الله العظيم. سورة سبأ الآية 48 حتى الآية 49. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. سورة الشورى الآية 24. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. كانت هذه سورة البقرة الآية 38. والسورة التي قبلها كانت الزلزلة.